مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة بوشار بالشوكولا. عنا اول شي هون ملعتين طعم زيت نباتي، عنا ذرة حوالي 3 معالق طعام، وعنا شوكولا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الزيت على النار ليحمى الزيت، بنرجع بنحط الذرة. بسحم الزيت، هلأ بنحط الذرة، بنخليهم يسخنوا شوي. طريقة جدا رائعة وكثير سهلة وبحبوها أكثر شيء الأولاد، وأنا كمان بحبها صراحة. بلشوا يفرقعوا، هلأ منغطي الغاز لنكفي مع بعض. بشار على الغاز، بدي أقطع أنا وياكم الشوكولا، بقطعهم بهيدا الشكل. كمان رقاق بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ بسم الله، عشان إذا حطيتهم فوق البشار هو سخن بدوبوا دغري وما بيعذبوا ليدوبوا. هيدا البشار خلصنا منه، هلا بحطهم على جنب لكف الشوكولا. قد ما فينا برققهم عشان ما يبقوا سمك. اوه شو حلو شكل الشوكولا بهذا الشكل. بسم الله، بعد ما قطعتهم بهيدا الشكل كمان بحطهم فوق البشار. بسم الله، خلطهم. خلطهم بالملعقة. شفتوا الشوكولا عم بيدوب دغري. واو، هيدا الشكل، شفتوا كيف كلهم صار عليهم شوكولا. هلا بحطهم بالصحن. بسم الله، واو شكل روعة وطعمي ولا أروع. هذا البشار للي بحبوا الشوكولا كتير. هيدا البشار اللي عملته أنا وياكم لمحبي الشوكولا. إن شاء الله يكون نال إعجابكم الفيديو. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.